اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، وبنستكمل فرحتنا واحتفالاتنا الحقيقه النهارده مع النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي ببرونزيه كاس العالم للانديه المره الثانيه على التوالي والمره الثالثه في تاريخه. في هذه الفقره هيكون معايا احد نجوم النادي الاهلي الكبار، النجم الكبير كابتن علاء ميهوب. ازيك يا كابتن علاء؟ اهلا بك يا اسلام، شرف ومنور حبيبي. الف مبروك. الله يخليك. مبروك علينا ومبروك على جميع النادي الاهلي مجلس ادارته وكل ما ينتمي لهذا النادي العظيم. صراحه الحقيقه حاجه جميله جدا وحاجه محترمه جدا، والنادي الاهلي مختلفه كابتن في كل شيء. انا شفت الانترو بتاعك يا اسلام. انت بص من الاخر لك بتقول النادي الاهلي وتسكت، عارف انت في حاجات كده انت مش محتاج تتكلم عليها، تقول النادي الاهلي وتسكت خلاص. بطولات وانجازات وارقام بتتحطم، جماهير مش طبيعيه، تكاتف مش طبيعي من كل الناس، مجلس ادارات كله محترم على مر العصور، لعيبه على اعلى مستوى، دايما عايز تكسب، بتفرح جماهيرك، هو ده النادي الاهلي. نعم. النادي الاهلي من غير اسفاف، من غير حاجه، من غير ما تخرج عن النص، من غير حاجه خالص. هو النادي الاهلي دايما كده، نادي قافل على نفسه، عارف هو عايز ايه، بيبدا يشتغل على كده. دايما اللي مخلينا النادي الاهلي ببطولاتنا بانجازاتنا الطويله دي ان انت ما تبصش الكلام. يعني انا برضه لمحت من كلامك في الاول ان الناس بتتكلم والناس بتحاول تنقد وي وي وي، لكن هو دايما الناس بتنقد اللي شايفاه الاحسن، اللي دايما هو الاول في كل حاجه. عشان كده الحمد لله هو ده النادي الاهلي. مزيد من انتصارات، مزيد من بطولات، مزيد من انك تفرح جماهيرك، مزيد من الاستقرار، مزيد من المبادئ، من كل حاجه حلوه هي موجوده في النادي الاهلي. الحقيقه هو ده النادي الاهلي، وهناك فارق كبير جدا جدا الحقيقه ما بين النادي الاهلي وبقيه الانديه، ولكن النهارده احنا فرحنا واتبسطنا ليس عشان الميداليه الثالثه، يعني عشان الميداليه البرونزيه الثالثه والثانيه على التوالي، ولكن اداء حلو في ظل ظروف صعبه وبتفوز على فريق كبير، اعتقد ان هو ده اللي بسطنا وفرحنا النهارده كابتن. دي اكتر حاجه فرحتنا اسلام، يعني ظروفك صعبه جدا قبل كاس العالم، وجود لعيبتك مع المنتخب، اصابات، مباراه النهارده كان ليها طابع خاص جدا، انت بتلعب كبير اسيا زي ما بيقولوا، واحد من اكبر انديه السعوديه، نادي كبير جدا نادي الهلال وعريق جدا وتاريخ طويل جدا، وبيلعب النادي الاهلي، اشقاء عرب وكل حاجه، لكن انديه كبيره قوي. المباراه النهارده ما فيش حد كان يتوقع السيناريو بتاع ده اطلاقا اطلاقا، كله بيتكلم امبارح انما في احترام متبادل، الاثنين عارفين بعض كويس قوي، القوه ضربه هنا والقوه ضربه هنا، وهنبدا نشتغل على الـ على الـ على المباراه نفسها، لكن السيناريو النهارده لا. لكن اللي عايز اقوله ان انت كسبت النهارده من قبل الطرد، انت كسبان المباراه من بدايتها. مظبوط. بدايتك كانت واضحه، بدايتك كانت باينه، نيتك كانت واضحه. محترم نادي الهلال كويس قوي، لكن بدون خوف، بدون رعب ولا حاجه، عشان كده الفرق النهارده في الملعب يا اسلام هو ده. نادي محترم نادي الهلال كويس قوي، لكن من غير قلق وخوف. نادي الهلال الى حد كبير، طبعا دي خبطه، انا خفت على عمرو جدا جدا جدا، الحمد يعني لله. الحمد لله ما حصلش حاجه طبعا يعني. لكن على الجانب الاخر لا، انا حاسس ان نادي الهلال حاسس هو نازل في مباراه كده في المتناول، لكن دي رجاله النادي الاهلي. هو زي النادي الهلال يفكر بهذا الشكل، او المدير الفني طبعا، مش او مدير الفني مش اللعيبه، المدير الفني يعني. يمكن عشان هو راجل ما يعني مش عارف كويس النادي الاهلي، يمكن ولا مش عارف، مش هقول لك او قاس على اخر حاجه لعبها النادي الاهلي، قاس على اخر بطولات لعبها النادي الاهلي في بطوله العالم. النادي الاهلي ما ظهرش بمستواه الجامد قوي غير الشوط الثاني بس في بالميرس. فهو قاس على كده، لكن هو ما يعرفش النادي الاهلي وقيمته ولاعيبته، وما اللعيبه تركز عامله ازاي، ولا جماهيره اللي وراه في كل حته. وموسيماني واضح انه يعني قاري الهلال كويس قوي، محضر لعيبه النادي الاهلي من اول ثانيه. اللي يشوف بدايه المباراه يعرف ان النادي الاهلي النهارده كان ناوي على المكسب من بدايه المباراه. انت مستحوذ، انت اللي ضاغط لعيبه الهلال، واول مره اشوف موسيماني بيبدا ضغط عالي. فواضح ان الموضوع كان يعني واضح جدا. المشكله كمان الاهداف كلها حلو قوي، جميل قوي طبعا، كلها حلو. ممكن الاهداف كلها حلوه، بس هو اكتر واحد فرحت له بصراحه عمرو. يعني عمرو الهدف ده هيفرق معاه كويس قوي، ومعاه مباراه هايله النهارده، اذا كان عمرو ولا مش عايز اقول نجم، اللي بصراحه انه كلهم نجوم النهارده دي حقيقه. كل اللاعبين نجوم، لكن حمدي فتحي بيفرق، وجهه نظري معرفش. انا بشوف ان حمدي فتحي سواء بيلعب في وسط المدافعين الاثنين الاستوبر، او في وسط الملعب، اعتقد ان حمدي بيفرق كتير جدا في الناحيه الدفاعيه، وكمان ازاي بيطلع بالكوره
من ورا بيفرق معانا كتير جدا عمرو حمدي فتحي، وبيديها بعد كده لعمرو السوليه، غير بقى الكرات العرضيه ووجوده في كل الكرات. بص يا اسلام، وجهه نظر طبعا انا معاك 100%. ده اسمه قلب الاسد، حمدي ده قلب الاسد، ده ما تستغناش عنه ولا في وسط ملعبك ولا ما بيلعب مساك ولا تستغنى عنه حتى منتخب مصر. النهارده في لقطه جت على حمدي في اخر ثاني مباراه، انت كسبان 4، تحس ان واحد متعصب جدا ومتضايق جدا، تحس هو كسبان 4، هو كسبان 4، تحس ان المباراه لسه بادئه. هو دي نوعيه لعيبه النادي الاهلي، هو ده حمدي فتحي، يعني ما تقدرش تستغنى عنه خالص في منظومتك في الفريق. الى جانب ديانج، الى جانب السوليه، انت بتملك نص ملعب نموذجي اي مدير فني يتمناه في العالم، خصوصا التلاته دول بمستواهم. انت ما عندكش مشكله خالص النهارده حته ان انت تحط التشكيل ده ببدايه احمد النهارده، احمد عبد القادر كمان النهارده يبدا بيهم بدايه المباراه. لا النهارده انت، بس انا كنت سامعكم في الاسلوب التحليل اللي فات بتطلبوا ان احمد يبقى موجود. دي حقيقه، دي حقيقه يا اسلام، دي حقيقه، لانه احمد من نوعيه اللعيبه اللي انت بتحبها. لعيب مهاري سريع بيعمل لك الفرق على طول. وهو مستر موسيماني ما كبرش، حتى لما احمد كان احتياطي ونزل لا واضح الفرق موجود. فهو يعني هو وفق جدا النهارده ان عمل التشكيله مناسبه جدا 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 لمباراه الهلال بالافراد اللي موجوده. الهلال السعودي بقى، عشان احنا هنفكر بعد كده من في الهلال السوداني. الهلال السعودي طبعا. انا النهارده عمال اقول الهلال، وكل شيء يقول لي يا كابتن قول الهلال السوداني. في الهلال السوداني خلاص يعني قرب يوم الجمعه ان شاء الله على خير يا رب. لكن هو النهارده، لا النهارده المباراه بصراحه اتعملت صح قوي من بدايتها. المباراه معموله صح من الاول خالص. تشكيل، بدايه، طريقه، تركيز. انت اللي مسير المباراه زي ما انت عايز. بقول لك 1-0، حصل طرد في طرد، دي ظروف مباراه. لا وخلاص، وطردين ايه يعني؟ طردين ما فهمش كلام فعلا. حتى اخواتنا في السعوديه قالوا هذا الكلام يعني، ودي حقيقه اسلام، اصل دي واضحه جدا. لكن هو التصرف الثاني بتاع محمد كندو، تحس ان هو واحد برده مش مركز في المباراه خالص. ما انا لو عملت كده في فار بره، بس انت التركيز مش عالي. ده الفرق بانك مدير فني منزل لعيبتك مركزه كويس قوي، ومدير فني الى حد كبير عارف مش يعني كبر دماغه شويه، مش قلقان من لعيبه النادي الاهلي. لكن حصل طبعا اللي هو كان واقف على الخط مش متخيل ايه اللي بيحصل، هو مش مستوعب ايه اللي بيحصل من بدايه المباراه. لكن النهارده لا، انت ما سرقتش مكسبك، انت فايز عن جداره واستحقاق ولعب واستحواذ وتسديد واهداف. انت كل حاجه النهارده في الملعب. كان في النهارده فريق واحد في الملعب، فريق النادي الاهلي، مع الاحترام الكامل للهلال السعودي وعراقته وتاريخه، ولكن النهارده لا، النهارده كان اللون الاحمر هو اللي كان موجود في الاستاد، في الارض الملعب، واكيد في المدرجات.